يحتاج موافقتكم حتى أسجل الميتنج. فعموما إذا كانت الشاشة واضحة طلاب، بس قلوا لي واحد من عندكم خلي يقول لي أمامكم الشاشة موجودة للمحاضرة. واضح دكتور موجودة. مثل ما قلنا الكاونتر تايم اند ديلي، شلون اسوي كاونترز وشلون من خلاله اقدر اسوي تايم ديلي. فعند الكاونترز حتى اولده لازم باستخدام اللوب كاونتر، راح نشوف شلون اسوي لوب حتى احسب، وطبعا شلون اللوب ايش قد يطول حتى اقدر احسب الوقت بالضبط. يعني loop counter is set by set up by loading a register with a certain value. يعني ندخل في قيمة معينة للريجستر وهي هاي القيمة اللي تولد لي يعني عدد مرات اللوب حتى أقدر يعني أسوي فد لوب يسوي لي time delay أضبطه حسب المطلوب. Then using decrement اللي هي الإعازة اللي هو DCR decrement، يعني نقص الكاونتر نظل نقصه إلى أنه مثلا يصفر حتى يطلع من اللوب. اللوب هو اسيت، اللوب از سيت اب وذ ا كونديشنال جامب، يعني لازم نضبطه ويا كونديشنال جامب. احنا الجامب ما اخذناها بالمختبر بس اخذناها بالنظري، فلذلك يعني المفروض فاهمين يعني العمل مالت الجامب. وذ ا كونديشنال جامب انستركشن ذات لوبس لوبس باك اور نوت، يعني اما يرجع لي يرجع لللوب واما لا يطلع من اللوب. Depending on whether the count has reached the termination count، يعني بالاحتمال انه وصل للترمينيشن مالته، وصل للانهاء مالته او لا. مثال هذا الفلو شارت دا يوضح لي عمل اللوب. فبالبدايه خارج اللوب، خارج جسم اللوب، نسوي الانيشلايزيشن للكاونتر. الانيشلايزيشن مثل ما قلنا انه نلود فد قيمه معينه، فد رقم معينه، فد فاليو معينه الى ريجستر، وهذا الريجستر راح يشتغل كعداد، يعني يظل يتناقص هذا الريجستر الى ان يوصل للصفر، اشوف وين يوصل حتى اطلع من اللوب. قبل اللوب جسم اللوب قلنا هو الانيشلايزيشن، وداخل اللوب يعني المفروض هي الانستركشن الخاصه بعمل اللوب. ولازم موجود عندي الابديت ذا كاونتر، لازم عندي شنو، لازم عندي ويا كل يعني كل رجعه لوب لازم الريجستر هذا اللي سويته بمثابه عداد لازم اسوي له يعني فد ابديت للعد مالته، اما انقصه او ازيده، عاده هو يتنقص واحد واحد. فعموما يعني لازم عندي التنقيص مالته والا يدخل اللوب بان انفينيت يعني روتيشن. بعد ذلك اشيك، يعني هنا عندي الكونديشن اللي هي قلنا عليها جامب كونديشن او كونديشنال جامب عفوا. فالكونديشنال جامب هي تشيك اذا كان الكاونتر خلاص راح يطلع، اذا بعد لا بمجال راح يسوي يعني رجوع لبدايه اللوب. فهنا عندي سامبل للاسامبلي لانجويج شلون اسوي من خلالها لوب. يعني هذا بشكل مبسط انه اسوي ام في اي، اخلي فد قيمه معينه لل ريجستر سيد، يستخدمون دائما يعني الماشي المتعارف عليه، يعني مو شرط يخلون سي باعتباره يرمز الى الكاونت او الكاونتر. فهنا خلى قيمه هي 15 بالهكس، 15 بالهكس اللي هو يريد عدد مرات اللوب يعد 15 هكس، يعني 15 بالهكس. فيظل يفتر اللوب عندي اللي هي تساوي 21 الصور، فعفوا او 21. فيظل اللوب يرجع مرت عدد مرات 15H. داخل اللوب شوف هنا داخل اللوب داخل جسم اللوب، يعني سويت انا الانشلايزيشن للريجستر خارج البودي لوب. هنا داخل اللوب دا اسوي ابديتنج للقيمه مالت السي، فدا اسوي لها ديكريمنت سي، ديكريمنت سي هذا ينقصها واحد واحد واحد. جامب اف نوت زيرو، إذا هذا الكاونتر بعده لا زال مو زيرو راح يسوي جامب للمن لللوب لهذا المكان اللي هو لوب. يعني أنا خالي هنا فد ليبل حتى أشر على مكان اللوب، فراح يرجع إلى هذا المكان جامب
if not zero إلى loop. إذا كان zero لا ما راح يسوي jump. إذا كان يعني zero راح يطلع من loop راح يتوقف عند loop. فعرفت إنه هذا العداد راح 15 بالهكسة راح يفتر وينطيني عدد مرات الروتيشن أو الايتريشن. Using a register pair as a loop counter. شلون نستخدم register pair؟ هنا هناك العيب مالته كان انه اذا استخدمت single register فاكثر عدد مرات اقدر اعد بها هي FF او 255 باعتبار 8 بت ما اقدر اطلع خارج ال 255. اكثر عدد مرات العد هي 255. ممكن نزيد احنا عدد مرات العداد اذا استخدمنا register pair، يعني بدل ما استخدم بس سي استخدم بي سي او استخدم الدي اي او استخدم الاتش ال. المشكله وين عندي؟ عندي مشكله واحده انه هنا الديكريمنت شيء الديكريمنت اللي عايزه هو ديكريمنت الريجستر سنجل ريجستر ياثر على الفلاج ريجستر ياثر على الفلاج ريجستر. فلذلك الجامب اذا كان شرطي ممكن استخدمه لانه هنا من صار ديكريمنت سوى ابديتنج للفلاجز. الكونديشنال جامب يشيك الفلاجز فاذا شاف اكو عنده زيرو فلاج موجود عنده زيرو فلاج يطلع، اذا ما موجود لا زال نو زيرو لا زال ماكو عنده زيرو فلاج راح يرجع لل كاونتر. فهنا ياثر ماكو مشكله اذا تشتغل عندي الجامب اوف اف نوت زيرو او اي جامب او اي كونديشنال جامب تشتغل باعتبار هاي الاعازي ياثر على الفلاجز ومن خلاله يقدر الكونديشنال جامب يشيك الفلاجز فيشتغل بشكل صحيح. المشكله عندي هي الريجستر بير المفروض استخدم بدل ما استخدم decrement single register راح استخدم decrement double register او increment double register. فهذين الاعازين اذا استخدمتهم المشكله انه ما ياثرن على الفلاجز ما يسوون modification للفلاجز. بهاي الحاله لازم اسوي فد يعني هنا دا يقول نسوي فد small trick تاخذ عصايره احنا نسوي اورنج للرجسترات اللي موجوده بالرجستر بير. يعني اسوي اورنج ما بين هو شنو عند الرجستر بير بي سي فاسوي اورنج ما بين البي والسي. اذا طلع صفر باعتبار عمليه الاور تاثر على الفلاجز فاذا طلع صفر معناه واصل العداد للزيرو. ناخذ اكزامبل. The following is an example of a loop set up with a register pair. هنا مستخدم register pair بهذا اللوب فخلني نجي نشوف شلون استخدم الريجستر بير. لود بالبدايه الريجستر بير بقيمه 1000 اللي هي 16 بت اللي تمثل 4098 اي 4098 او اي نعم او 96. لود البي سي بهاي القيمه اللي هي 1000 بالاتش ومثل ما قلنا الانيشاليزيشن مالت الكاونتر يكون خارج اللوب والا كل ساعه يلود بنفس القيمه ومعناها ما راح اطلع. فهنا يجي بدايه اللوب. بدايه نقصت الريجستر بير باستخدام الدي سي اكس فالبي سي راح يصغر 1 1 1 يعني كل مره راح يصغر 1. ما اقدر استخدم راسا جامب اف نوت زيرو باعتبار ان هذا ما ياثر هذا الاعاز ما ياثر على الفلاجز. سويت انه حولت السي للاي. طبعا هسه احنا هنا دائما الكودات مالتنا مو مال الكودات مالتنا مو مال ال 8086 لانه ال 8086 بامكانه يسوي اورنج ما بين تو ريجستر. ال 8085 ما عنده امكانيه وشرحناها سابقا ما عنده امكانيه انه يستخدم تو ريجستر يدخلهم كاوبراند بعمليه الارثمتيك واللوجيكال وانما شنو وانما دائما الاكيوميليتر يكون واحد من الاطراف والثاني يكون ريجستر اخر وشرحنا عن طريق يعني وين الانترنال اركيتكتشر مالت ال 8085 وشوفناكم شلون الاي ال او مرتبط واحد من اطرافها بالاكيوميليتر واحد من اطرافها على بقيه ويا بقيه الريجسترات. فلذلك اضطريت احول هو عندي بي سي انا اقدر اشيك البي ويا السي اضطريت احول السي الى الاي واسوي اورنج ويا البي اور اي ويا البي لان ما عندي اعاز اور بي ويا سي عندي الاعاز اور ويا البي اور ويا السي اور ويا ويا الدي اور ويا الاي وهكذا. فهنا كانه دا يسوي لي اورنج ما بين البي والاي بعد ما حولت كونتيت مالت السي والاي.
بهاي الحالة ممكن أنه أشيك أعرف إذا كان الـ B والـ C وصلاً إلى القيم صفر أو لو لا، يعني باعتبار أنه الأورنج يتأثر على الـ flags، وأقدر أسوي جمب if not zero، إذا ما وصلاً أرجع للوب وهكذا. فإذا هذا اللوب يقدر يعيد لي 4096 مرة، هاي الـ 4096 مرة ما قدرت أحققها باستخدام الـ single register. الفائدة من اللوب هذا، طبعاً أكيد أكو برامج مثل ما شفتوا انتم بالمختبر اكيد يعني لازم حلها عن طريق اللوب، اذا كان عندي اراي او اذا كان عندي مثلا مجموعه من الداتا اريد يعني اسوي لها فد بروسيسنج معين. مع هذا البرامج ممكن انه نستخدم اللوب كديلي، كمولد للديلي. It was shown in chapter 2، هاي بالنسبه للكتاب، that each instruction passes through a different combination of each. سابقا نحن حكينا قلنا كل instruction تمر بثلاث مراحل، كل instruction كل معالجة مال instruction تمر بثلاث مراحل، هي قلنا يعني الفيتش من اللي هو انه شلون اجيب من الميموري الانستركشن، بعد ذلك سوي يصير بها ديكود الانستركشن، نسوي لها ديكود وبعد ذلك نسوي لها execution. فهاي كلها تاكل عده سايكلز، احنا سميناها سايكلز. فالانستركشن تمر عمليه الفيتش انه اجيب لها فيتش، وبعدين اسوي لها اذا كان بها، طبعا اذا كان بها ميموري ريد او بها ميموري رايت، اذا كان بها عمليه نقل من الميموري يعني ورا ما اقراها يجوز بها، يجوز بعد بها ملحقات اسوي عمليه ميموري ريد او بها عمليه ميموري رايت. فعموما هاي نسميها instruction cycles، هسه راح ناخذها ونعطي امثله عليها. تحسب لي كل instruction ايش قد تستغرق حتى تكمل، ايش قد تستغرق من وقت حتى تكمل، راح اشوف مو كل instruction تاخذ نفس الوقت. فاكو تيبل بالابندكس اف بالنسبه للكتاب المنهجي اللي هو مال جونجر، اعطيكم اياه يعني يمكن ما ادري. هذا بالابندكس بي جدول ابندكس اف بال number of bytes، يعني كل instruction ايش قد تاكل بايت، وطينا يمكن امثله او هسه هم راح نعطي امثله، كل instruction بها كم بايت تاكل كم بايت بالذاكره، وايضا بها الام اللي هي number of machine cycle، وراح نراويكم شنو هي المشين سايكل، وبها التي اللي هي number of تي state، تي هاي اللي هي clock، نقصد به الكلوك الواحد، يعني اخذتكم رابع كل الدوائر الرقميه تشتغل بالكلوك. فهذا الكلوك طبعا له فالتايم معين حسب السرعه او حسب التردديه مال الكلوك. فهذا التي هو التي ستيت نصيح له، اللي هو يحدد طبعا الفريكونسي مال يعني الدائره على من تشتغل عليه، اي فريكونسي او الكلوك فريكونسي. فالديلاي حتى احسبه كود احسب عدد مرات التي ستيت، ايش قد عندي مرات التي ستيت، نمبر اوف تي ستيت، تقسيم الفريكوانسي او في الوقت مالته، ممكن تقسيم الفريكوانسي هو واحد على التايم، اما النمبر اوف ستيت في التايم، واما النمبر اوف ستيت تقسيم الفريكوانسي. هنا فور اكزامبل الام في اي انستركشن اللي هي موف اميديت داتا تستخدم 7 ستيت، تستخدم 7 T states. Therefore, if the microprocessor is running at 2 megahertz, إذا كان عندي الميكروبروسيسور يشتغل بال 2 megahertz، فسبعة تقسيم مليونية راح تطلع عندي 3.5 microsecond. هاي الـ instruction MVI تولد 3.5 microsecond الـ instruction الوحدة. فهسه نجي على الـ delay loop، شلون انه اسوي من خلال اللوب اسوي ديلي. We can use a loop to produce a certain amount of time delay in a program. The following is an example of a delay loop. هنا عندي هذا اللوب شلون راح ينطيني ايش قد ديلي. هنا خلي immediate data بالسي اللي هي قيمتها FF، فالF F هي 255 خلاها بالسي، وقلنا دائما نخلي خارج اللوب، وبدأ باللوب، بدأ ينقص بالسي وجمب إف نوت زيرو بدأ اللوب. فهذني راح ينعادم كم مرة طلاب، هذني داخل اللوب ينعادم كم مرة؟ سؤال لكم.
قاعدين نايمين. يمكن تبقى زوين عدد 255 يعني لحد ما يوصل للصفر. 255 إلى أن يوصل للصفر. صفر، زين، إلى أن يوصل للصفر، بعد ذلك راح يطلع، يعني ما راح يسوي جامب اف نو زود، نقول نوت زيرو، فإذا صار زيرو راح يطلع، ما راح يرجع، فراح ينعاد ذني 255 مرة. عندي هنا هاي الانستركشن منطيني التي ستيت مالتها اللي هي فور، فور تي ستيت، اللي هي فور تي ستيت، فور تي ستيت زائد 10 تي ستيت راح يصير ايش قد؟ 14. فهذين ال 14 تي ستيت راح ينعادن 255 مره، وبينما هاي فقط مره واحده، فاجمع 7 زائد 4 او 14 في 255 حتى اطلع التي ستيت اللي ولد هذا اللوبس، او هذا اللوب عفوا. The first instruction initialize the loop اللي هي هاي and is executed only once باعتبارها تتنفذ مرة واحدة، requiring only 7 states، تحتاج فقط 7 states، بينما هذني يحتاجن 14 state، وراح ينعادن 255 مرة إلى أنه الـ C becomes 0، فينعادن 255 مرة. خلي ببالك شغلة واحدة، انه هاي اللي جمب اف نوت زيرو اللي هي تطول 10 تي ستيت، هذه اذا فشل الكونديشن، ما تحقق الكونديشن، راح تطول فقط 7 ستيت، يعني لم تفشل عند الكونديشن، باخر ايتريشن، باخر مره راح يشوف، يعني هي مره واحده اكيد، يعني لازم 254 مره هذا ينعاد، هاي 10، في المره الاخيره هاي راح تكون فقط 7، فلازم اطلع 3، احذف 3 تي ستيت من ذن الحساب مالتي اللي قلت عليه 14 في 255. فعاده حتى نحسب التوتال تي ستيت حتى من خلاله اطلع التوتال ديلي او التوتال تايم ديلي، فلازم اسوي ديتكشن للثري ستيت، احذفهم، اخصم من عليهم الثري تي ستيت from the total، من total delay to get the accurate delay calculation. فحتى نحسب ال delay انه احتاج انه ال T of out loop اللي هو خارج اللوب اللي هو ينعاد مرة واحدة، وال T بالمالت اللوب اللي هو ينعاد حسب عدد مرات تكرار اللوب. فهنا تي او عندي شقد؟ عندي فقط كانت شقد؟ كانت 7 تي او، بينما تي ال كانت عندي 14 في 255 اللي قلنا عليه، ناقص 3 اللي قلنا عليه انه اخر كونت، اخر تي اف نوت او جمب اف نوت 0 راح تصير 7 اذا ما تحقق الشرط، راح تطلع، فراح يصير عندي ما مجموعه 3567 تي ستيت هاي داخل اللوب، فاجمع ويا ال 7 تطلع عندي التوتال تايم او التوتال تي ستيت، واضربه في التايم مال التي ستيت، او اضربه في او اقسمه على الفريكونسي مال تي البروسيسور. طبعا اكيد اني معطيات موجوده بالسؤال. يوزنج ا سنجل ريجستر مثل ما قلنا راح نعاد لي فقط 255 مره، ونفس المشكله حكينا هاي انه لازم اسوي اورنج تقريبا نفس السلايد. فهنا عندي مثال انه شلون استخدم ريجستر بير حتى اولد الديلي، فنفس المثال ده اعيده، انه لو ودت بالبي سي، لو ودت 1000 اللي هي تاكل 10 تي ستيت، هاي الانستركشن تاكل 10 تي ستيت، بعد ذلك ادخل باللوب بدايه نسوي ديكريمنتيشن للبي سي، ظلت تنقصها واحده واحده، هاي تاكل 6 تي ستيت، خلى السي بالاي حتى اسوي اورنج والبي، فهذان كل وحده 4 والجنب اف نوت 0 للوب ياخذ 10، فهذان داخل اللوب كلت هني صارن 6 4 20 24 كلت هني 24 24 ينعادن 4096 مره،
في ال 24 في 4096 مرة ناقص 3 باعتبار آخر جامب اف نوت 0 راح يكون 7 فقط، فيكون مع مجموعة 9800 أو 98000 تي ستيت. أجمعة ويا 10 اللي هي الانيشاليزيشن مالت ال اكس اي انستركشن اللي وليت لي اياها، برضه تطلع عندي التوتال تي ستيت مال كل اللوب. طبعا اكيد راح قلنا نضربه في التايم ديلي او التايم اللي ياخذها التي ستيت بول او التايم مالت التي ستيت، او اقسمه على الفريكونسي حسب ما مطيني بالسؤال. ممكن استخدم ما يعرف بالنستد لوبس. نستد لوب انه لوب داخل لوب، لوب بطن لوب. فهذا فلو شارت يوضح انه شلون اسوي لوب داخل لوب. بدأ أسوي initialization لللوب الخارجي، لوب الخارجي أسوي له initialization، واللوب الداخلي أيضا بعد ذلك أسوي له initialization. عفوا راح يدخل بالبادي اوف لوب 2، داخل البادي اوف لوب 2 أكيد راح يكون initialization مال لوب 1، وخارج طبعا initialization مال لوب 1 أو اللوب الداخلي يكون خارج البادي مالت اللوب الداخلي مثل ما تشوفون. في البداية اشتغل على اللوب الداخلي، خلص من عنده يطلع المن للوب الخارجي، اللوب الخارجي هم إذا ما مخلص يرجع من جدة وجديد وينعادن إلى أن يخلصن اثنيناتهم ينتهن. فهذا طبعا راح يولد لي ديلي أطول من خلال استخدام النستد لوب. وبإمكان ال 8085 كمايكرو بروسيسور بإمكانه يولد 3 نستد لوب، بإمكانه يسوي 3 نستد لوب، بينما ال 8086 أصور يوصل حتى ال 12، يعني متطور عليه اكثر. فالنستد لوب مثل ما تشوفون امامكم انه استخدم تو لوبس، واحد داخل داخل. هنا أنا مثال على بالاسمبل لانجوج على النستد لوب. فعندي هنا تو لوبس، اللوبس الداخلي اللي بادي لوب 1 اللي هو ديكريمنت بادي، طبعا بالبدايه بادي بالابديتنج مالت الكاونتر مالته اللي هو مسوي له اصلا انيشاليزيشن برا خارج البادي اوف لوب 1، وبدا يشيك جامب اف نوت 0 للوب 1 الى ان يخلص، راح يرجع يطلع الى البادي اوف اوتر لوب. فبالبادي مال اوتر لوب راح يسوي ديكريمنتيشن ايضا، ممكن هذا طبعا ديكريمنت ممكن تشيله تخليه هنا ما راح تاثر. وايضا راح تشيك طبعا هنا ليش خلاها قبل جامب اوف نوت زيرو، يعني سؤال ليش ما خلاها هنا باعتبارها ما تاثر، ليش خلاها هنا أنا؟ سؤال للطلاب، يعني ليش ما سوى ابديتنج للريجستر مالته؟ هو عنده الريجستر مالته بي هذا الخارجي، والريجستر مالته الداخلي مسوي للسي، يعني السي هو الكاونتر مالت اللوب الداخلي، والبي هو الريجستر الكاونتر مالت اللوب الخارجي. ليش سوى طرح او نقص او سوى ابديتنج للقيمه مالته هنا خارج يعني هنا قبل الجامب اوف نوت 0 للوب 2؟ دكتور هو لا تحقق الديكريمنت بعدين يسوي جامب، هو مو جامب قبل ما يسوي، لا مو انا مو قصدي على الجامب، هنا تبقى مكان قصدي ليش ما شاله هنا خلل مثلا باعتبار هو هم راح يسوي تنقيص له راح يسوي دوكيومنتيشن للبي، يعني اول وثاني راح قيمه البي راح تنقص، يعني كل ما يدخل هنا بلي يعني اللوب اللي داخلي البي ما معرف بي، يعني نقدر هيش نقول يعني هو موجود بس باللوب الخارجي اللوب نعم. الاول واحد هو يعني الجواب خلينا نقول التيبكال انسر لهذا السؤال انه هنا احنا مثل ما قلنا الاعزاز ذني الديكريمنتيشن يعني الارثمتيك واللوجيكال اوبريشن دائما اسوي ابديتنج للفلاجز، ومن خلالها اقدر يعني استخدم الكونديشنال او التفرع الشرطي لانه باعتبارها دا تسوي ابديتنج للفلاجز. فاذا خليته هنا راح تجي هاي فوق هاي تجي بعدها، يعني الديكريمنت سي راح تجي بعدها، يعني راح تجي بعدها. فاذا طلع من اللوب كانت اخر وحده اخر انستركشن سوت ابديت او سوت موديفيكيشن للفلاج سي الديكريمنت سي مو الديكريمنت بي، انا اريد اشيك على البي ما اريد اشيك على السي. زين يعني هاي من اشتغلت هسه انا هاي من قاعد اسوي ديكريمنت 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 ده هذا دا يشيك على هاي الانستركشن، يعني هاي سوى موديفيكيشن وهذا يشيك على هذا الموديفيكيشن.
فإذا خليتها هنا برا، يعني خليتها هنا قلنا هي اوكي نسوي ديكريمنتيشن صحيح، والبي راح يتنقص. بس هذا اذا معناها اذا شريتها وخليت الجمب اف نوت زيرو لوب 2، خليتها بعد الجمب اوف نوت اف نوت زيرو لوب 1، معناها هذا راح يشيك ايضا على الديكريمنسي، معناها راح يشيك ايضا على الديكريمنسي، وراح منها يطلع ومنها يطلع، فصير عندي يعني الشغل يصير مو صحيح، ترتيب اللوب مو صحيح. فلذلك باعتبار هذا تشيك على البي، فلازم الانستراكشن الخاصه بالبي قبله. اذا اخليها لا مو قبله، اخليها بيناتهم بجوز وحده ايضا تاثر على الفلاجز، لا راح تشيك عليها على اخر وحده. فهذا الكونديشن تشيك على اخر انستراكشن سوت عمليه حسابيه او منطقيه، او مثل ما تشوفون هاي الديكريمنت او الانكريمنت. فهذا يعني القصد من السؤال، انه لازم يعني لا تخلون مثلا عمليه حسابيه او منطقيه قبل الديكريمنت، اذا كان قصدي انه اسوي تشيكينج للهاي انستركشن، فلازم يعني مباشره وراه. اوكي عمليات نقل داتا مثل موف اي، موف ام في اي وغيرها، موف ما راح تاثر، يعني راح يبقى تشيك على الديكريمنت اذا بيناتهم. بس اذا كانت عمليه حسابيه او منطقيه لا راح تاثر على الفلاجز، وراح هذا يشيك على الاخر عمليه حسابيه اشتغلها المايكرو. instead of or in conjunction with register pair، بدل ما استخدم register pair ممكن انه استخدم nested loop، بدل ما انه مثل ما قلنا استخدم register pair. مثل هنا دا شوفون عندي، شوفوا هذا هنا عندي nested loop استخدمت، ممكن يولد لي عدد مرات delay، يعني هنا باللوب الداخلي راح يولد لي 200، باعتبار انا خالي الكاونتر عدد مرات العد 255 مرة، فراح هذا يعد لي 255 مرة، بعدين يطلع لللوب الخارجي اللي هو راح يعد، يعني هذا راح يعد 200، هذا اللوب 1 راح يعد 255 مرة، اللي هو 1 2 3 3 انستركشنات، راح يعد 255 مرة. واللوب 2 اللي هو الخارجي راح يعد باعتبار الكاونتر مالته ب 16، فكأنه انا ولدت 16 في 255 مرة، اللي هي توازي 4096. ممكن انه يعني بدل ما استخدم ريجستر بير انه استخدمت تو نستد لوب، قدرت اولد عداد كبير، يعني عوض لي عن الريجستر لوب. فهذا كان المطلوب، انه ايش قد اعد او ايش قد التايم ديلي يولد لي هذا النستد لوب، اجي احسب اللوب الداخلي اللي هو ايش قد، اللي هو 1 4 و10، طبعا بي بس عفوا بس تو اسمه تو انستركشن، فاربعه وعشره راح تنعاد، هذن الاربعه والعشره راح ينعادن 255 مره، الاربعه والعشره راح ينعادن 255 مره، يعني خلي احسب حساب 255 مره في 14 ناقص 3 اللي قلنا عليها انه هاي اخر واحده راح تكون 7. بعد ذلك اجي احسب اللوب الخارجي اللي هو راح يعد ايش قد، راح يعد عندي اللوب الخارجي راح يعد 1، يعني هاي 7 وقلنا عليها هاي راح تنعد 14 بعد ما احسبها، طبعا 14 في 255 مرة زائد 4 زائد 10 كلها راح تنعاد 16 مرة. هاي بعد حسبت اللوب الداخلي اللي هو ضمن اللوب 1، يعني لوب اوت حسبت ضمن اللوب 1، وبعد ذلك اجمع وياهن بالاخير الام في اي ب 10 اللي هي 7 ستيت اللي هي تنعاد فقط مرة واحدة. فكحساب حتى احسب هنا قلنا هذا احتاج احسب التي اوت اللي هي هنا عندي الام في اي سي مالت اللوب الداخلي اللي هي ام في اي سي اف اف اللي هي 7 فقط، فحتى احسب اللوب الاول اللوب الداخلي فعندي 255 مرة في 14 ناقص 3 راح تنطيني 3597 تستيت، هاي اللوب الداخلي طبعا اجمع ويا هالسبعه اذا اريد اطلع التوتال مالت الولد ليال اللوب الداخلي.
هاي ال 3597 اللي قلنا عليها زائد 14، لانه انيشاليزيشن راح تنعاد ايضا 16 مره، راح تنعاد 16 مره ناقص 3 باعتبار انه احنا ننقص 3 من كل لوب، فينطيني هذين ال 5007. هاي مال لوب يعني مال تو لوبس اللي هي 57000 عفوا و405 مال تو لوبس، اجمعوا ياهن السبعه اللي هي الانيشاليزيشن الخارجيه، فراح تنطيني هالقد تي ستيج. هاي اضربها في الفريكونسي او عفوا في التايم مال تي ستيج او اقسمها على الفريكونسي راح تنطيني 28.7 ملي سكند. ممكن انه ازود الديلي ايضا. The delay can be further increased by using a register pair، يعني بدل ما استخدم single register استخدم register pair وهم nested loop. ايضا طريقه اخرى لزياده ال time delay انه استخدم ما يعرف بالدامي instruction، يعني instruction dummy كل شيء ما نسوي لعابه كل شيء ما بيها، اللي هي مثل النو نو اوبريشن نوب. هاي مجرد بس مجرد قلنا احنا يعني عالجها وبعد ذلك كل شيء ما يسوي المايكروبروسيسور، يعني دو نوثينج، احشرها بالبادي مال الانستركشن اذا عوزت يعني بعض الدلائل. فنجي هنا على التايمينج دايجرام. التايمينج دايجرام يراوينا بشكل يعني مخطط بشكل تايمينج دايجرام انه شلون كل انستركشن تستهلك عدد مرات تستهلك تي سايكلز. فهو عباره عن representation of various control signals هذا مش تايم دايجرام generated during execution of an instruction. فهنا عندي يعني حتى اظهر التايم دايجرام كل تفاصيله لازم ارسم الهاير اوردر ادريس باص، ولازم ارسم ايضا السيجنال او التايم دايجرام مال اللور ادريس اللي هو نفسه ايضا داتا باص، وايضا ارسم السيجنال مال اي ال اي اللي هي الادريس لاتش انيبل، وارسم الريد سيجنال او الريد انيبل سيجنال والرايت انيبل سيجنال والانبوت اوتبوت ميموري سيجنالز اللي هنا موجودات طبعا كبنز موجودات، يعني هاي عندي هنا 8 بن وهنا عندي 8 بن وهنا بن واحد وهنا ايضا واحد وهنا واحد وهنا واحد، خارجات مرتبطات بالميموري ذن كلتهم البصص. في اكزامبل على التايمينج دايجرام هنا عندي الانستركشن اللي دا تشوفوها موجوده بالادرس اللي هو اي او او او، هذا العنوان مال الادرس، وعندي الانستركشن الموجوده بهذا الادرس اللي هو يعني اللي هي موف اي بي موف اي بي. الكود يعني اذا اجي ادخل للميموري اشوف ما موجود بالميموري بداخل الميموري 78 اللي هو الكود مال هذا الانستركشن 78 متكون من بايت واحد ما تشوفونه امامكم، هذا الكود مال كل الانستركشن وهذا الادرس. فاحتاج بالبدايه البروسيسور يحتاج انه يرسل بالبدايه الادرس حتى الميموري تشوف البروسيسور شريد من يا ادرس حتى تنطيه ما موجود بهذا الادرس. فهاي طبعا العمليه تتم عن طريق يعني سيجنالز، وهاي السيجنالز هي تتحكم بعمليه نقل الانستركشن من الميموري الى البروسيسور. فهاي الموف او هاي الانستركشن راح تشوف هنا عندي بال تايمينج دايجرام اللي هي اوب كود في ايتش سايكل، يعني ايش قد سايكل حتى تاكل هاي الانستركشن حتى اجيبها اخليها بالمايكرو بروسيسور. هاي فقط الفيتش مالتها طبعا. فهنا تجي اشوف قلنا فقط الفيتش مالتها هنا بالتي 1، يعني عدي تي 1 عدي الزمن تي 1 راح البروسيسور يولد الادرس اللي هو هاي اوردر ادريس اللي راح يدزه عن طريق ال A8 لل A15 من ال A8 لل A15 هاي اوردر اللي هو مخصص فقط انه للادريس، وايضا يدز اللو اوردر عن طريق ال A0 الى ال A7. فالهاي اوردر اللي هو مثل ما داشونا A1 A0
راح ندز هنا، يعني راح ندز 8 بت هنا اللي هي عددها اي نوت، والزيرو زيرو بت اللي هي يعني 8 اصفار معناها راح تندز على اللو اوردر، هاي كلها تتم بتي 1. بما انه انا مخال ادرس، بما انه انا خال ادرس على الباص ادرس اللي هو مخصص للباص وللداتا، فلازم لازم السيجنال اللي هي اي او اي لازم تكون ترفع، يعني انه حتى تسوي انديكيشن انه يابا هذا ادرس موجود هنا، لازم يبقى هذا ادرس، وهاي تبقى مرفوعه على طول الزمن مال تي 1 تبقى هاي. عندي تي 2 طبعا بالبدايه قبل لا ننقل للتي 2، بالبدايه بالتي 1 الريد سيجنال والرايت سيجنال اثنيناتهم مهبطات، يعني اثنيناتهم ما مفعلات باعتبار هنا يتفعلن عند الزيرو، لان هنا زيرو انيبل، فاثنيناتهم واقفات. بس لحد هسه ما مسوي اي عمليه لا ريد ولا رايت. وباعتبار عندي عمليه تتعامل ويا الميموري، عندي هاي العمليه دا اتعامل وياها ويا الميموري، فاذا هاي السيجنالز اللي هي انبوت اوت ميموري راح تكون تروح للو، تصير لو. ليش يصير لو؟ لانه باعتبار انا عندي العمليه ويا الميموري مو ويا الانبوت اوتبوت. فاللي تفعل عندي هنا واحد، تفعل عندي هنا واحد الادرس، وتفعل عندي اي ال اي السيجنال اللي هي خاصه بالادرس لاتش انيبل، ولا زال الريد والرايت ما متفعله، والانبوت اوتبوت تفعلت حتى تكون عمليه النقل كانه تشير لي ويا الميموري. عند التي 2، عند التي 2 بعد ما استلم الميموري، استلم الريجستر، استلم الادرس، بعد ما استلم هنا، بعد ما استلم كل الادرس افتهم يا به، البروسيسور طالب الكونتنت مال الادرس اللي هي اي 000، فارسل ما موجود بها، فاكيد الميموري راح ترسله عن طريق الداتا باص. فعد التي 2 راح يكون هذا الباص اللي هو اي 0 للـ A7 AD، احنا قلنا AD 0 للـ AD 7 مخصص للداتا، عاد ثاني الـ T2 والـ T3 راح يكون مخصص للداتا، فترسل الكود اللي هو 78 مع موف اي بي، 78 معناه موف اي بي طبعا، مثل ما قلنا احنا طبعا ذني كلهم كودات داخل، كلهم صفاره ووحدات داخل المايكرو بروسيسور. بما انه عندي عمليه ريد هاي الحاله، هنا انا عندي انا عمليه ريد، فالسيجنال اللي او الريد سيجنال راح تتفعل، والراي سيجنال راح تبقى غير مفعله عند الوان، راح تتفعل على طول النقل مالت 78، على طول النقل، على طول عمليه الريدنج. بعد ذلك يستلم يستلم الباص، يستلم بروسيسور، يستلم الداتا، ورا ما يستلمها بالنهايه راح يرجع يسد الريدنج، سد الريدنج، وطبعا هنا الرايتك ما موجوده، وتخلص الانستركشن او الفيتشنج مال الانستركشن. فطولت هاي الانستركشن هيك نوع من الانستركشن راح تطول 1 2 3 4 من الكلوك، اربع عمليات من الكلوك، الكلوك سايكل. فهذا التايمنج دايجرام دا يشرح لي اكزامبل على عمليه الاوب كود فيتش مال او مال هاي الانستركشن، الاوب كود فيتش سايكل للانستركشن اللي هي موجوده، اللي هي قلنا مثل ما قلنا احتاجت فقط لانه ما بعدها ما بها عمليات نقل من من الميموري، يعني خلاص لهنا توقفت، لهنا خلصت عمليه التناقل او عمليه الكوميونيكيشن ما بين المايكرو بروسيسور وما بين الذاكره، باعتبار عمليه النقل ما بين البي والاي راح تصير داخل المايكرو بروسيسور، البي حتى ينقل للاي بعد ما نحتاج احنا الميموري راح تكون داخل المايكرو بروسيسور، فتتوقف عندي عمليه التنقل، تنقل الداتا، لهنا توقفت اربعه، عندي اربع او اكلت اربعه تي كلوكس او تي سايكل. اكو واحد عنده سؤال طلاب؟ هاي العمليه هاي العمليه عمليه الموف اي بي اخذت صحيح اخذت اربعه تي سايكل بس طولت 1 ماشين سايكل، صحيح طولت 4 تي ستيت، صحيح طولها 40 ستيت بس هي 1 ماشين سايكل، 1 ماشين سايكل يعني ما بيها كونسيكونسز، ما بيها تبعات بعدين هم عمليه نقل اخرى من الميموري لل 8085 او للمايكرو بروسيسور. مثال اخر اخذ على انستركشن اخرى اللي هي
move immediate data للاكيوميليتر، move immediate data للاكيوميليتر. هاي الانستركشن بيها اوب كود وايضا بيها اوبراند اللي احنا حكينا سابقا، يعني مثل هيك انستركشن تحتاج مكانين بالذاكره. المكان الاول هو الكود اللي خاص بالموف immediate A بهاي الانستركشن، وبايت اخرى احتاجها حتى اخلي بها الاميديت داتا اللي هي 45. فهنا احتلت لي مكانين بالذاكره حتى اسوي فيتشنج لهاي الانستركشن. راح اتوقع تطول 2 ماشين سايكل، يعني ذيك طولت عندي 1 ماشين سايكل مره واحده جبتها وخلصت من عندها، هاي راح اتوقع تطول 2 ماشين سايكل، هم عمليه الاوب كود فيتشنج سايكل وهم عمليه الميموري ريد، لانه احتاج اقرا مرتين لو هم الاميديت داتا، يعني ورا مايكرو بروسيسور يقرا هاي، يشوف هاي موف اميديت داتا، يعني بيها بعد تطوال، يعني بيها بعد اميديت داتا اللي هي طولها 8 بت. فالتايمينج دايجرام الخاص بهاي الانستركشن انه مثل ما تشوفون عندي مكانين يعني بالذاكره. فبالبدايه البروسيسور راح يرسل مثل شلون استخدم الموف اي بي، راح يرسل ايضا ريجستر على الهاي اوردر ادريس باص، راح يرسل النص الاخر اللو اوردر ادريس باص على الاي نوت الاي 7، وايضا يفعل الاي ال اي عند هاي المنطقه. ولحد هسه ما عندي لا عمليه ريد ولا عمليه رايت باعتبار اثنيناتهم، وباعتبار عندي العمليه وين ميموري، راح يكون عندي الانبوت اوتبوت ميموري راح تروح للصفر. بعدها راح يرسل الكود اللي هو 3 اي على الداتا باص، وراح يطول هاي 2 سايكلز. هنا أنا اول ما يحمل الداتا راح هذا راح يرجع للصفر، قبل لا يحملها راح هذا يكون عندي بالصفر. وما انه عمليه فيتشنج من الميموري فهي عمليه ريد مو عمليه رايت، تطول مثل ما قلنا على ما توصل للبروسيسر بهاي النقطه. طبعا هسه هي صحيح ما شوف هالطالب يقول شنو هاي يعني عمليه تطواله هيك بس مجرد يردون يطولون الشغل، لا هاي بهذا الزمن اللي هو T4 راح تكون عمليه الاكسكيوشن لل 3 اي، عمليه اكسكيوشن لهاي الانستركشن اللي هي موف اميديت اي. تراها هنا فسرها وعالجها المايكرو بروسيسور. بعد ما قراها بعد ما سوى لها ديكودينج وسوى لها اكسكيوشن بهاي المنطقه، راح يفتهم انه هاي ابي موف ميديت داتا للاكيوميليتر، فيطلب مرت اللوخ يدز راح يدز للريجستر اللي بعده، يعني راح يدز الريجستر اللي بعد الكود لانه يعرف انه الاميديت داتا موجوده هنا، وراح يدز ايضا نفس الطريقه راح يدز الهاي اوردر ادريس باص على هذا الباص واللو اوردر على هذا الباصز، وراح ياخذ الاميديت داتا عن طريق الداتا باص ايضا يجيبها. وهنا مثل ما قلنا الادرس لاتش انيبل راح يرتفع، وبعدها قبل لا انه يحمل الكود راح يرجع للصفر. عمليه باعتبار انه راح اجيب انا هاي ال 45 اجيبها من الميموري، اذا عندي عمليه ريد وليس عمليه رايت. هذني دائما الريد والرايت، اذا ما عندي لا عمليه قراءه ولا كتابه يبقى على الواحد، بس تصير عمليه قراءه راح هذا واحد من هذا الريد راح يصير يروح للصفر، بس تصير عندي عمليه كتابه هذا راح يروح للصفر. هنا انتهت هاي الانستركشن اللي هي اكلت 7 تي ستيت، 7 تي ستيت. فهاي التايمنج دايجرام مالتها، وايضا طولت قلنا 2 ماشين سايكل، ماشين سايكل خاصه بالاوب كود فيتش سايكل واللي هي طولها 4 تي ستيت، وماشين سايكل اللي هي خاصه بالميموري ريد سايكل اللي هي طولها 3 تي ستيت. فاوفر اول صارت عندي 7 تي ستيت. نجي مثال اخر على instruction تاخذ 3 ماشين سايكل اللي هي كمثال اللي هي اللود ميديا داتا ريجستر بير. هذا راح اني اخذ او هاي الميديا داتا اللي هي اف او 45 اف او هاي او انا اقول او هي زيرو، يعني ماكو او بالهكسة، يعني واضح طلاب هاي زيرو بس احنا نقول او يجوز انا غلطان كاتبه او بس هي زيرو، يعني نقصد بها اف زيرو 4 5. دا اريد اخليها وين بالبي سي، فهاي الانستركشن راح تطول، يعني معناها راح تاكل 3
3 بايت من الذاكرة مثل ما موضح أمامكم بالكورسبوندينج كود مالتش، بداية هي الأوب كود مال الـ أكس أي بي، وبعدين الداتا اللي أنا أريد أخليها باللو ريجستر باللو أدريس، راح يصير عندي اللو سكشن مالت الإيميديت داتا، وبالهاي أدريس راح يصير عندي الهاي سكشن مالت الإيميديت داتا. فمثل ما دا تشوفون عندي 3 بايت هاي استغلت الانستركشن، باعتبار انا عندي الناقل 8 بيت، ناقل الداتا 8 بيت، ما اقدر اجيب هذين 16 بيت جره واحده، راح اجيب هنا على شكل 8 8. فبالبدايه سوى الميموري فيتشنج، الاوب كود فيتشنج اللي هي نفس الحكي، ايضا حمل الهاي اوردر ادريس على الاي 8 للاي 15، واللو حمل على اللو، وايضا رفع الاي ال اي الواحد حتى يفعل انه عندي هنا ادريس، والبقيه نفس الحكي، ورجع اخذ الاوب كود مالت الانستركشن حمل على الداتا باص، بعد ما قراها المايكرو بروسيسور بالتي 4 بدا ايضا حمل ادريس حتى ياخذ اول او الجزء الاصغر مالت الايميديت داتا، وبعد ذلك اللي هي طولت 3 تي ستيت، وبعد ذلك ايضا حمل الجزء الاخر مالت الايميديت داتا وايضا طولت 3 تي ستيت. فهنا هاي الانستركشن طولت 3 ماشين سايكل، اللي هي الاوب كود في سايكل والميموري ريد سايكل بها مرتين، ميموري سايكل مرتين بها ميموري ريد سايكل. بعض الانستركشن احتمال تتطلب ميموري ريد سايكل رايت سايكل، عفوا ميموري رايت سايكل، فاحتمال هم تطول يجوز اذا كانت عندي مثلا ميموري رايت سايكل بها 1 بايت راح تكون 2 ماشين سايكل، اذا كانت الميموري رايت 16 بيت راح تطول 3 ماشين سايكل انستركشن. فهنا أنا عموما اوفر اول طول 3 ماشين سايكل، اثنين خاصات بالميموري ريد وواحده خاصه بالاوب كود فيتش. فكاوفر اول للانستركشن طولت عندي 10 تي ستيت، هاي الانستركشن طولت 10 تي ستيت. عندي هاي الانستركشن اللي هي موف اي ام، اللي هي شنو معناها؟ صحيح انت تشوفها يعني لا تنخدع تشوفها مثلا متكونه من بايت واحد، بس هذه ايضا عمليه جلب داتا، يعني ورا ما يقرا الكود مالتها اللي هي 7 اي راح يجيب الداتا اللي موجوده بالام، اللي موجوده بالام اللي قلنا حدده الاتش ال، حدد الادرس مالتها ما موجود بالريجستر اتش ال. فهاي ايضا راح تطول باعتبار عندي بايت موجود بالام، راح تطول 2 ميموري سايك ماشين سايكل، واحده خاصه بالاوب كود فيتش سايكل، واحده خاصه بالميموري ريد. فهنا انا قراها حسب ما متعارف عليه يقرا شلون يقرا الانستركشن، بعد ما فسرها انه هي عمليه جلب محتويات داتا، فالريجستر الاخر الريجستر حتى ولده ما ولد الريجستر اللي بعد الاي 0 0 0، وانما اخذ الكونتيت مال ريجستر اتش ال، خلى مالت الاتش بالهاي باعتباره هو يمثل الهاي ادريس سكشن، وخلى البتات مال الريجستر ال حمله على اللو ادريس او اللو اوردر ادريس بس، لو اوردر ادريس بس. هنا انا بعد قرا كل الادريس اللي هو 16 بيت، افتهمت الميموري انه يريد هذا المكان، فحملت ما موجود بالام اللي هو حدد ال اتش ال ونقلته الى البروسيسور كداتا، او ما كداتا نعم اكيد. مثل ما دا اشوف عندي عمليه الريدنج ايضا متوافقه ويا عمليه جلب البيانات من الذاكره، عمليه الرايت هنا ما موجوده عندي عمليه رايت، فهاي كمشين طولت عندي 2 ماشين سايكل، كانستركشن عفوا طولت عندي 2 ماشين سايكل، واوفر اول تي طولت ايضا 7 تي ستيت. عندي عملية كتابة، كان هذا أجيب كونتنت مال الأكيوميتر أخليه بالذاكرة اللي هي M اللي قلنا يحددها الـ H أو، فأيضا لا أنخدع أشوف أنه باعتبارها متكونة من مجرد 8 بت، هذا الكود متكونة فقط من 8 بت هاي الانستركشن، فبس هي بالحقيقة راح تطول 2 ماشين سايكل، واحدة الخاصة بالفيتش أنه أجيب هاي الانستركشن من الذاكرة وقراها البروسيسور، اجيبها انا من اقول اجيب اقصد البروسيسور يجيبها
ويقرأها ويفسرها، هاي سايكل وحدة. وبعد ذلك يكتب ما موجود بالاكيوميليتر للذاكرة، هاي عملية وحدها عملية رايت، عملية ميموري رايت. فكبداية حتى يقرأها الموف ام اي مثل ما دا اشوفه، قرأها مثل المعتاد حكينا عليه. هنا باعتبار عندي عملية رايت، حدد بالبداية الادرس اللي هو كان موجود عندي بال HL، وحمل ما موجود كداتا، حمل ما موجود بالريجستر اي او بالاكيوميليتر، حمله على الداتا باس وداه للميموري. هنا الاختلاف صار وين عندي؟ صار انه عمليه رايتنج، عندي عمليه رايتنج. شوف الريد بقى ان اكتيف، والرايت هو اللي اشتغل عندي، فقط هذا الاختلاف. لهنا نهايه محاضرتنا لهذا اليوم، ما عندنا شيء بعد. اسمع من عندكم اذا كان عندكم بعض الاستفسارات او بعض الاسئله. أستاذ بخصوص الأسئلة يعني الامتحانات تجي يعني هي تجي حسب السؤال، حسب المطلوب، يعني المطلوبات تتغير.